وفي بث لايف على تيك توك ظهر الانفلونسر المعروف ماجد العنزي وهو يدافع عن اخته دهمة بانه يعتز بذكر اسمها وحتى ذكر عمرها اللي كان 80 سنة. ولكن بعدها بدقائق بسيطة في هالبث اللي كان فيه الاف من المتابعين استقبل ماجد خبر صادم وما كان يتوقعه، وهو وفاة اخته دهمة الله يرحمها ويغفر لها. عظم الله اجرك يا ماجد وربي يسكنها الفردوس الاعلى. اللي جالس تقول اختك دهمة؟ اي نعم اختي دهمة، عمرها 80 سنة يا مكسوف رقبة. يا عيال انا استاذنكم. وين خلاص ماجد خبرها ها؟ فاضة ماجد، دعواتكم لاختي بالرحمة.